والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما دحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب الثمود بتقواها بذنب فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها صدق الله العظيم. ما شاء الله. فريق وسلمى كم جنت يا أرقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضنا لبعض أعمالكم وأنتم لا تشكرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم صدق الله العظيم. ما شاء الله. أيوه جنن نوك سلمة كان. أي ما شاء الله. رحمة الله شيخ ك سورة الفيل. سوبري قرأ كتاب رحمة ك كان جنعت سورة الملك. إن شاء الله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر تدلل وأرسل عليهم غير مباب تمهم بحجارة من فجعلهم كافر ما قل صدق الله العظيم.
ركي شار حميكا بسم الله سوفاري كو حفصت حميكا جانغات بسم الله مكو سورة الملك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن سماوات دباقا ما تري في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تري من فدور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى الله صلى الله عليه وسلم ومن كان فرعون التي يؤمن بالله ومؤمن دين الله واليوم الاخر يلوم دان فليكرم يوتد ديفه قدمك رواه البخاري ومسلم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى الله صلى الله عليه وسلم قوم كل عام وانتم بخير خيرتا من بطن اسم رحكة السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلاف رحلة الشتاء والسيف ليعبدوا رب هذا البيت الذي غرامهم من جود فآمنهم من حول صدق الله العظيم ما شاء الله جارامة خليجة حميكة ما شاء الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تدبيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم عن ابن مسعود رضي الله عنه يولي اللونم قال رسول الله عليه وسلم نلا رأل صلى الله عليه وسلم لا يحل دقائق مجمرين إيجام نتعيم مسلمين سواري نوفي التامان ورطة والتارق للدين ونجلت للدين المفارق ونندقون روتي للجماعة جنتر رواه البخاري ومسلم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله جارام مريم جم ورحمة الله تعالى وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هلى ما دل صاحبكم وما غلى وما يملك عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالفق العلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى
صدق الله العظيم.